أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تقصير الثوب بشكل ملفت للنظر يعد من لباس الشهرة المنهي عنه؟ تقصير الثوب يكون بحسب المجتمع. إذا كان المجتمع يلبس إلى الكعبين فإن من رفع عن الكعبين يكون من الشهرة، والكعبان سنة، اللبس إلى الكعبين سنة والناس مشوا عليه، فلا نخالفهم وهم على سنة. أما إذا كان الناس كلهم، المجتمع كله معتاد إلى نصف الساق فنمشي على نصف الساق. فالحاصل أنه ما يخالف المجتمع الذي اجتمع المسلمين الذي يمشي على نوع من السنة، والثوب يكون إلى الكعب، هذا سنة. فإذا كان مجتمع معتاد أن الثوب إلى الكعب فلا نخالفهم، نعم، لأنهم على سنة ما هم على بدعة، نعم.